وان بيس فيلم رايدو هيكون الفيلم ال 13 من وان بيس الشهير، واللي شفنا فيه بنت شانكس وبعضا من الشخصيات القوية، واللي فهمنا منه في الحقيقة ما فهمناش منه أي حاجة. لكن بما إن شانكس واحد من أهم الشخصيات في وان بيس واللي بيكون أول ظهور ليه في الأفلام، فمحتاجين نتعرف على حياة شانكس. في الفيديو ده هنشرح قصة شانكس بالكامل وطاقم بتاعه. شانكس هو أسطورة حية ما نعرفش عنها كتير، لكن المعروف عنه إنه أخذ طباع قائد روجا. ممكن إنك ترمي عليه الأكل والشراب أو إنك تسبه وتشتمه، لكن إياك إنك تلمس حد من أصدقائه. شانكس مش وحش ولا ليه في الخطط والمؤامرات ولا حتى عنيف، لكن إذا رفعت عليه السلاح فهذا يعني إنك مستعد للموت. شانكس هو قرصان بحلم شغوف، ألا وهو الرهانات على المستقبل. بالنسبة ليه فقدان دراع من أجل إنقاذ شخص فده مش شيء كبير. شانكس عليه مكافأة 4,048,900 بري، ويعتبر تالت أقوى قرصان في العالم وهو يونكو. طيب قبل ما نكمل ما تنسوش الاشتراك في القناة واللايك الجميل عشان ده بيساعد في رفع الفيديو، وانكم تصلوا على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ويلا بينا. ده كان قبل 39 سنة، وحتى بعد الوصول الى اخر جزيرة في نهاية العالم لوستر، كانت الإبر اللونج بوس كانت بتتحرك برضو في كل الاتجاهات. عرف في الوقت ده ملك القراصنة روجا ان لوستر مش نهاية الرحلة، وانه عشان يروح لأبعد جزيرة في العالم لازم يرجع من جديد ويستكشف البونجليف الأربعة. في نفس الوقت ده اتولد طفل صغير بشعر أحمر في جزيرة اسمها ويست بلو. شانكس وهو صغير انضم لطاقم روجا وهو في سن صغير جدا، ده لأن ملك القراصنة شاف فيه مستقبل العالم ده واداله قبعة القش المشهورة. شانكس وهو صغير كان سعيد جدا لأنه حصل على عائلة جديدة وهو كوبر جان وسيرفر ريلي وقائدهم روجر، وكمان على السفينة قابل صديقه باغي والملقب بالمهرج باغي بسبب أنفه الأحمر، وكانوا دايما يتخانقوا مع بعض ويرجعوا يتصالحوا بعدها. شانكس كان متميز بالحب والمسامحة وقوته الخيالية ومهاراته القوية في السيف. أما باغي ما كانش مهتم بالمعارك وكان دايما بيجري على الكنوز والذهب. شانكس في سنه الصغير ده شهد أعظم القتالات الأسطورية بين شيك النمر والأدميرال سينجوكو والأدميرال جيراب، وحتى شاهد قتال أعظم شخصية في الوقت ده وهو إدوارد نيوجوت. شانكس وباغي كان عندهم 9 سنين والطاقم بتاعهم كانوا في قمة القراصنة. تعدي السنين وقبل 26 سنة شانكس قابل شخص اسمه أودين كوزوكي ومعاه تابعين وهما إينوروشي ونيكوموشي، ودول آخر أشخاص انضم لطاقم روجا. وفضلهم أخيرا استطاعوا الذهاب للبحث عن الروتو بونجليف. أودين كان من عائلة ملكية في بلد وانو، وكان باستطاعته أنه يقدر يقرأ كتابة البونجليف أو حتى يكتبها، لأن النصوص اللي كانت على البونجليف كانت مكتوبة بلغة قديمة جدا وما كانش حد بيعرف يقرأها. لكن أودين بما أنه من عائلة ملكية فكانت بتتورث من جيل لجيل عشان ما تتنسيش. في مرة من المرات وهم في قتال مع اللحية البيضاء بيشوفوا شخص غريب واسمه مارشا تيتشي، بنشوف ان الشخص ده ما نامش ولا مرة من يوم ما اتولد، وهو بيكون اكبر من شانكس بسنة واحدة بس، وكمان بيكون ليه حلم. بنشوف اخر رحلة لشانكس مع الطاقم وهي اللي هتدوم لمدة سنة واحدة بس، وفي خلال السنة دي لفوا العالم كله وكمان طلعوا لجزيرة السماء والجزيرة ووتر سيفن وتكيل وولف وارخبير شوبوندي وجزيرة البرمائيين وجزيرة زو. شانكس بالفعل عاش أكتر سنة ليها الأهمية في حياته، لكن لسوء الحظ عند اقتراب نهاية الرحلة بنشوف صديقه باغي بيجيله مرض مفاجئ. ده كان قبل 25 سنة. في الوقت ده بنشوف طاقم روجر وصل أخيرا لجزيرة رافاتيل واكتشفوا كنز الوان بيس. بنعرف إن شانكس فضل إنه يفضل مع صديقه باغي لحد ما يتعالج، وإنه ما راحش مع الطاقم لجزيرة رافاتيل. في الوقت ده بنعرف إن شانكس أكمل 15 سنة من عمره. بيرجع الطاقم أخيرا من جزيرة رافاتيل وبنشوف القائد روجا وهو بيقول كلام لشانكس بيخليه يبكي على طول. نشوف إن القائد روجا قرر إنه يفكك الطاقم بما إن رحلتهم انتهت، وبالفعل كان روجر أول المغادرين ونزل في جزيرة عشان يودع أصدقائه، وكمان أودين غادر لبلد وانو. بنشوف شانكس بعد ما نزل في الجزيرة بيودع الطاقم هو كمان. بتعدي سنة واحدة وبنشوف في جزيرة صغيرة وفيها منصة إعدام، وبنشوف عليها ملك القراصنة جولدي روجر.
قررت البحرية بعد إمساكه أنهم هيعدمون في الجزيرة اللي اتولد فيها. أكبر القراصنة في المستقبل كانوا متجمعين في الساحة الرئيسية للإعدام، ومعاهم شانكس وباغي وهم في 16 من عمرهم، عشان يودعوا قائدهم اللي بيحزنوا عليه كتير جدا. بعدها بنشوف أن شانكس وباغي قرروا أنهم ينفصلوا عن بعض، وكل واحد يشق طريقه على طريقته، وأنهم هيعيشوا في مغامرة وهيتقابلوا في جزيرة رافاتيل. بعدها فترة بنشوف أن شانكس قابل مارشاتيتشي ودار قتال ما بينهم، لكن المرة دي بيقدر مارشاتيتشي أنه يجرح شانكس جنب عينيه، ودي كانت هزيمة شانكس الأولى. شانكس عرف في الوقت ده أنه لازم يجمع طاقم عشان يساعده في رحلته، وبالفعل جمع النواب الثلاثة، ياسوب المعروف عالميا بالصياد ياسوب، وهو قناص طاقم شانكس، وبدون شك أكيد قوته جبارة. ياسوب قابل شانكس في جزيرة سروب وقرر أن يسيب زوجته وابنه أوسب عشان يعيش حلمه، وده اللي ظهر في المسلسل حاليا لوك لوغل، وده جه من جزيرة سوتوبلو، وده بيحب الأكل جدا وطوله 2 متر، وده التقى بشانكس وانضم للطاقم بتاعه. الشخص ده معروف انه غيور على قائد شانكس، وبيعتبر العضو المخيف في الطاقم، ومعروف بقوته وسط الطاقم، وده برضو اللي نعرفه عنه لحد دلوقتي. بين بنجامان النائب الاول لشانكس، وده من جزيرة اسمها موتو بلو، ومعروف وسط الطاقم بذكائه الخارج، وده دايما بيكون معاه سلاح في جنبه، وبنشوفه ان قدر يوقف الادميرال كيزارو بمجرد انه رفع السلاح في وشه. واكيد طبعا بدون شك بيقدر انه يستخدم هاك التنبؤ وهاك التصلح، ومعروف جدا بقوته وسط الطاقم. بعد ما اكمل شانكس نواب التلاتة، شانكس كمل الطاقم بتاعه بشخصيات تانية، ودول ما نعرفش عنهم اي حاجة. وبعد بداية رحلة شانكس قابل اقوى سياف على وجه الارض، وهو ديراك رامي هوك، ودار بينهم قتالات كتيرة لكن كانت بتنتهي بالتعادل. ديراك رامي هوك المعروف بعين الصقر أصبح صديق لشانكس، هو منافسه الوحيد. بنشوف لوكو غول أنه لقى فاكهة مطاط. بعدها بيقرر الطاقم أنه يستريح شوية في جزيرة فوشيا قبل ما يروح للجراند لايل، وعلى الجزيرة دي كان اللقاء الأكبر أهمية في حياة شانكس. أيوة ده لقاء لوفي وهو صغير. لوفي في كل مرة كان بيتكلم مع شانكس كان بيفكره بكلامه مع قائد روجر. لوفي شاف الفاكهة اللي كانت مع لوك غول وأكلها بالغلط على سبيل إنها فاكهة عادية. شانكس رفض ضم لوفي للطاقم بتاعه، قال إن قراصنة مش للأطفال. بعد شوية بنشوف إن لوفي قابل قطاع طرق وكانوا بيضربوه، لكن بيجي شانكس وبينقذه. لكن في شخص بيخطف لوفي وبيروح شانكس وبينقذه، لكن بيفقد دراعه. لأول مرة شفنا الهاك الملكي من شانكس، وزي ما القائد روج عمل معاه إداله قبعة القش الشهيرة، قرر شانكس إن يدي لوفي قبعة القش، وبيوعد لوفي انه هيرجعها له لما يكون قرصان مشهور. بيمشي شانكس للجراند لاين، وبنشوفه بعد 10 سنين بيقرر شانكس انه يزور صديقه سيرفر ريلي، وبيكلمه انه شاف طفل عنده الاصرار، ونفس الكلمات للقائد روجر. بعد ما سمع دراك رامي هوك ان شانكس فقد دراعه، قرر عدم المبارزه معاه مره تانية. بعد ما وصلت انجازات طاقم شانكس للعالم كله، حصل على لقب اليونكو، ولقب اليونكو يعني من اقوى الاشخاص في العالم. بعدها قرر انه يزور اللحية البيضاء اللي بيعتبر اقوى شخص في العالم حاليا، وبيطلب منه انه يسيب ويتقاتل مع مارشاتيتشي، وبيدور قتال ما بينهم، ومن شدة قوتهم بنشوف ان السماء انشقت نصين. شانكس عنده 37 سنة وهو خبير في استخدام جميع الهاكي. شانكس اصغر يونكو، لكن باعتراف جميع اليونكو الحاليين ان شانكس اقوى شخص موجود في العالم حاليا. دي كانت قصة شانكس بالكامل. أرجو لو عجبكم ما تنسوش الاشتراك واللايك، والسلام.